ربع كلمة أقولها في حق السائحتين الأجنبيتين التي قتل ظلما من أيادي غاشمة ظالمة باسم الدين. هذه الأيادي يعني بكل نشجب هذا السلوك ونرفضه بتاتا، لأنه لا يمت للإسلام بصلة، ولا نجد له أصلا ولا تقعيدا لا في الكتاب القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في أقوال أهل العلم. فالقرآن الكريم يقول عز من قائل: ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من هنا يتبين أن الله عز وجل قدس هذه النفس ووضع فيها جزء من روحه، فهي عنده أفضل من الكون كله. من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي سنته صلى الله عليه وسلم أيضا نجد جميع أقواله وأفعاله وتقاريره ترفض قتل النفس، ونجد أيضا في السنة النبوية وما جاء على لسان في الآثار أن علي كرم الله وجهه أنه لما قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله، وكان يظن علي أنه قالها رياء وليس حقيقة، فما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أقال له: أشققت على صدره يا علي؟ من هنا يتبين لنا أن الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية دائما دعت إلى إحياء النفس وإلى المحبة وإلى الرحمة. وهذا الذي قام به هؤلاء الشباب هو لا يمت للإسلام بصلة، وهم يعتقدون أنهم في الجنة، وبهذا الفعل أنهم يتقربون به إلى الله، وهم يهوون به إلى النار وإلى الدرك الأسفل منها، لأن رسول الله لأن أقوال أهل العلم اجتمعت وقالت: لو شاء الله وأدخل الناس جميعا إلى الجنة كان ذلك عدلا منه، ولو شاء الله تعالى وأدخل الناس جميعا إلى جهنم كان ذلك عدلا منه، عفوا، ولو شاء وأدخل الناس جميعا إلى الجنة كان ذلك فضلا منه. وقالوا أهل العلم بأننا لا نكفر أحدا بذنب ولا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة. بالتالي لا أحد له الحق في أن يحكم على إنسان بالكفر أو بالإيمان، ولا أحد من هذه البشرية لها الحق في أن تقتل إنسانا باسم الدين. وشكرا.